في مدينة كركوك ما كانت لتستمر لولا التضحيات الجسام لقوات البيجمركة في خنادق القتال ضد الإرهابيين. المواطنون أكدوا في تصريحات لمراسلي فضائية كركوك أن أسواق وشوارع كركوك مزدهرة ومستقرة بفضل حماية قوات البيجمركة وملاحمها البطولية ضد مخططات الإرهابيين وتضحياتها من أجل كركوك وأهلها بمختلف مكوناتهم. كركوك مدينة السلام والأمان، كركوك يا قرة عين قومياتها المتآخين المتحابين المتراصين بخندق الجمال والمحبة والألفة. الأسواق في كركوك تختلف عن مثيلاتها من الأسواق في المحافظات الأخرى برغم التحديات وبرغم الأفكار الإرهابية من داعش، إلا أن أسواق كركوك مزدهرة ومستقرة بفضل حماية قوات البيشمركة وملاحمها البطولية ووقوفها بحزم واقتدار ضد مخططات داعش الإرهابي ودفاعها وتضحياتها الجسام من أجل كركوك وأهلها، جعلت من أسواق كركوك سرة للناظرين. كركوك بخير، كل العالم طالعة تشوفون يتسوقون بصاية البيشمركة. لو مو بيشمركة احنا نتبهدل، لو مو بيشمركة داعش من زمان طاب هنا. بالنسبة للوضع كركوك وضع مستقر ووضع جيد جدا، يعني ما بي أي مشاكل. بالنسبة لداعش يريد يدخلون إلى كركوك والبيشمركة ما يخلون يدخلون كركوك. أما بالنسبة للسوق، السوق ما شاء الله مستمر والبشر شوف مزدحم. البيشمركة موضوع دفاعي عن كركوك، هدفهم أنه استقرار الأمن، استقرار الأمن في كركوك. بازار الحمد لله خوشة لسائية زي بيجمركوا براستي همولا وتابيني كركوك آراما. بفضل حماية قوات البيشمركة الحياة طبيعية ومستقرة في كركوك، نتجول في الأسواق بحرية وأمان، كل القوميات في كركوك تحس بالأمان والاستقرار. تواجد البيشمركة في كركوك كان السبب الرئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار هذه المدينة، وتشاهدون حاليا أن أسواق كركوك مزدهرة والحياة طبيعية وكلها بفضل حماية قوات البيشمركة والأسايش لكركوك وأهلها. نازحون إلى كركوك من المحافظات الأخرى التي تعاني بطش الفكر الإرهابي من داعش، وصفوا كركوك بأنها مدينة الأمان وملاذا لعوائلهم، مشيدين بطيب أهلها بمختلف قومياتها وحكمة وحنكة إدارتها في التعامل معهم، داعين الباري عز وجل أن يحفظ قوات البيشمركة والأسايش والشرطة وأهل كركوك من كل شر. حقيقة أنا مهجر من أهل الفلوجة، كنت أجي للسوق لأنه صاحب عائلة وصاحب أطفال، شفت تعامل أهل كركوك الطيبين، كان تعاملهم طيب، بالإضافة أيضا إلى الجهات الأمنية حقيقة بدون مبالغة، الشرطة يتعاملون ويانا معاملة طيبة، والأشايس أيضا والبيشمركة، وإحنا ممنونين من أهل كل أهل كركوك الطيبين اللي هم إحنا نعتبر أهلهم. يعني نقول الله يحفظهم والله يخليهم لنا، يعني صدونا هذا الشيء وواقفين ويانا ولازمين ظهورتنا وخلونا وعايشونا هنا والله يحميهم إن شاء الله. التاريخ سيسطر بأحرف من ذهب ملاحم وبطولات قوات البيشمركة وكيف استطاعت أن تحافظ على كركوك وأهلها، وسيخلد جيل من بعد جيل تضحيات البيشمركة من أجل أن تبقى كركوك آمنة مستقرة. يشار خالد، فضائية كركوك. قصفت الطائرات الحربية الفرنسية